السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. واليوم جبت لكم طريقة ديال تحضير عجينة الكيش بمقادير اللي بسيطة بدون زبدة، وكيجيو ناجحين ما كيهبطوش نهائيا في الفران. غنعطيكم مجموعة من النصائح الا تبعتوها فراه ما غاديش تبقاو تشريوهم نهائيا، غادي تحضروهم، راهم ساهلين. ونبداو على بركة الله. المقادير ديال العجين كنحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورص، حبة ديال البيض، نص كاس ديال الزيت العادي زيت المائدة، ونص كاس ديال الماء العادي من الصنبور، وغادي نحتاجو كذلك الملح. ونبداو على بركة الله. بالنسبة لهذا العجين هذا ما كتحتاجوش فيه الزبدة، وكيجي مرمل وكيجي ناجح. اول حاجه خديت هنايا 400 غرام ديال الدقيق، غادي نزيدو الملح على حسب الذوق، يعني واحد ربع ملعقه ديال الملح، وغادي نبداو نبسبسو العجينه ديالنا بهذا الزيت. هذه مرحله مهمه، يعني خصنا نرملو هذاك العجين ديالنا بالزيت حتى يولي عندنا بحال الشكل ديال حبيبات. غادي نرملو مزيان، كما كتشوفوا الدقيق كيتلبس كامل بهذاك الزيت. من بعد غادي نضيفوا دابا هذيك الحبه ديال البيض. انا كندير الاصفر والابيض مره واحده باش هكا ما نضيعش هذاك الاصفر هذاك الابيض. صافي، غادي نحاول نجمع العجينه فقط برؤوس الاصابع، ما نحاولوش ندلكوها نهائيا باش ما نفسدوش ليها يعني هذاك الطرمه اللي درنا ليها في الاول. وغادي نبداو نزيدو هذاك نصف كاس ديال الماء بالتدريج، ما نضيفوش كله مره واحده، وحنا كنحاولوا نجمعوا العجينه. ضفت هذاك نصف كاس كامل ديال الماء، ومع ذلك باقي ما تجمعتش ليا العجينه، لان كيبقى على حسب الحجم ديال البيض. انا استعملت تقريبا بيضه اللي هي صغيره شويه، فغادي نزيد واحد شويه ديال الماء تقريبا واحد ربع كاس، وغادي نستمر بحال هكا نحاول نجمع العجينه بلا ما ندلكها، غير كنحاول نجمعها كيف ما كتشوفوا. صافي، ها هي العجينه ديالي تقريبا تجمعات، نحاول نجمع غير هاد التفتيت اللي بقى هنايا. صافي، من بعد غادي نلفها بالبلاستيك، وغادي ندوز مباشره باش تلقى، ما كنخليوهاش نهائيا لا ترتاح لا والو، يعني كنوجدوها مباشره، سريعه بزاف. في هنايا غادي ندوز باش نطلق العجينه، غادي نرش سطح العمل بكميه قليله بزاف ديال الدقيق، وغادي نجيب العجينه ديالي اللي هي هادي. ما كتعذبش نهائيا، المهم غادي نحاول نبسطها شويه رقيق. العجينه ديالي ها هي طلقتها، ما ترقوهاش بزاف، يعني السمك ديالها كما كتشوفوا. غادي نديرها دابا ليمون. بالنسبه للعجينه واخا ما فيهاش الخميره، ولكن فيها البيض، وبالتالي راها كتنفخ شويه، لذلك ما ترقوهاش ما تغلضوهاش عفوا بزاف. وغادي نضع هنايا ليمون، استعملنا هذا الليمون هادو اللي كبار شويه، تقدر تستعمل دوك الصغار. من بعد ما قديت على المول كاملين، غادي نجيب المدلك وغادي نحاول نضغط عليه باش هكا تقطع ليا العجينه.
وغادي نبداو نحيدو هذاك الفائض ديال العجين من الاطراف بهذا الشكل هذا، ونحاولوا نقادوها مازال من الجوانب اللي كيكونوا شويه ما مقاديش، قادوهم كما كتشوفوا صافي. وغادي نخليهم على جنب هاد العجين اللي بقى ليا، فغادي نجمعو وغادي ندير به كيش اللي هو عائلي. بالنسبه لهاد العجين هذا فما تدلكوش، حاولوا غير تجمعوه عادي بحال هكا، وغادي نعاود نطلقو بنفس الطريقه. العجينه هنايا غادي نستعمل الكسكاس، الا ما عندكمش مول كما سبق لي شاركت معك واحد الحيله استعملوا غير الكسكاس راه قاضي الغرض. غادي نرشو بشويه ديال الدقيق وغادي ندير عليه العجين ديالي بحال هكا، غادي نحاول نهبطو على الجوانب ونقادو مزيان مزيان. بعد ما لبست العجينه الكسكاس كيف ما كتشوفوا، غادي نحاول هنايا نقادها، يعني نجيب هذيك الدوره تكون مقاده كيف ما كتشوفوا، نحاول نزول هذوك الزوائد. صافي، ونحاولوا نديروا ليه هكا باش يتقاد لينا. غادي نتقبل العجينه وما كاين محسن من المشطه اللي خاصه بالمطبخ بطبيعه الحال. غادي نتقب مزيان العجين باش ما يتنفخش ويتخسر لي الفورمه ديالو، كذلك نحاول نتقب حتى الجوانب. صافي، غنجيب حتى ليمون الصغار حتى هما نتقبوهم. شوفوا شحال عمليه، ها انتما كتقبل لكم بكل سهوله بلا ما تبقاو مدابزين بالفرشيط. ها انتما فالا بغيتو تقبو حتى الجوانب ما عليكم الا كتجيبوا المشطه ديالكم جهه الجوانب وكتكوها. ها انتما شوفوا شفتوا، يعني راه حتى الجوانب بامكانكم انكم تكوهم بالمشطه. هانتوما شوفوا الجوانب كيفاش لصقوا وشدوا بلاصتهم، الطريقه اللي هي سهله بزاف بزاف. صافي كملت، دوز باش نطيبهم. غنديروا هنا في هاد اللاطه، غنطيبهم اول حاجه من التحت ومن بعد غادي نشعل عليهم الفران من الفوق. بالنسبه للطياب راه ما تفوتوش ليهم 15 دقيقه كاقصى تقدير باش ما يقساحوش ليكم وما تحمروهمش، خصوصا الا كتبغيو تحتفظوا بهم في المجمد ما تحمروهمش. صافي، غادي نوضعهم دابا في الفران. هنايا من بعد ما تحمروا ليا خرجتهم، صراحه دازوا شويه دزت ليهم العافيه شويه، ولكن ماشي مشكل. هاد الكيش الكبير غادي نعمرو، وبالنسبه لهاد الميني كيش هادو كيف ما كتشوفوا راه كيتزولوا بسهوله من ليمول، ما دهناهم ما حتى شي حاجه، فقط لان العجينه فيها الزيت فراه كيزولوا بسهوله. وهما هادو ما كيهبطوش ليهم الجوانب، ما كيتنفخوش، ما نحتاجو نديرو فيهم لا لوبيا ولا حمص، فقط هذيك الحيله ديال المشط كتخليهم انهم يحافظوا على الشكل ديالهم. وهنايا واخا حمرتهم ماشي مشكله، صراحه دغيا طفيت عليهم الفرن ومع ذلك رجعت عليهم سخونيه الفرن، لذلك الا بغيتو تحتفظوا بهم من الافضل انكم تخليو اللون ديالهم ابيض كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، جيبوا بلاستيك وضعوا لي كيش ديالكم بهذه الطريقه هذه وكديروهم في المجمد، راهم كيبقاو مده طويله ما كيخسروا ما والو. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ان شاء الله، وتجربوا الوصفه راه كيجيو ناجحين جدا. وبسلام عليكم.